قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر بإخلاء السكان من مناطق شرق رفح الفلسطينية والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي. وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة وأحد عشر حيا في القطاع، طلب منهم التوجه على الفور إلى مناطق غرب مدينة غزة. بين الشمال والجنوب يستمر سكان غزة في النزوح هربا من الموت، ففي العديد من المناطق بمدينة رفح الفلسطينية دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الأهالي إلى الإخلاء والتوجه إلى ما يسميه منطقة إنسانية موسعة في المواصي، في إشارة أخرى إلى أن جيش الاحتلال يمضي قدما في خططه نحو هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية. احنا كنا في غزة وقالوا لنا اخلوا خان يونس، ومن خان يونس قالوا لنا رفح، حاليا قالوا لنا اخلوا المواصل، سيبوا رفح. حالة ارتباك سادت في أوساط النازحين في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة للإخلاء، حيث غادر نحو 300,000 فلسطيني من مناطق شرق رفح إلى مناطق في خان يونس والمواصي منذ بدء العملية في مدينة رفح الفلسطينية. الأمور صعبة جدا، أنت متخيل لما أنت بدك تنزح من دارك وأنت مش قادر تنزح، يعني أنت يعني المشكلة كبيرة، ورفح يعني المفروض اللي ينزح تبع الجنينة، انت بتحكي قاعد السلطان بنزع، المناطق تاعها بتنزع، فالامور صعبه جدا، احنا مش عارفين ايش نعمل. وبالتزامن مع طلبات الاحتلال بالتوجه لمنطقه المواصي، الا ان الامم المتحده ومنظمات دوليه سبق ان حذرت من ان المنطقه الساحليه تعاني اصلا من الاكتظاظ وغير قادره على استقبال اعداد اضافيه من النازحين. اليهود واقفه لسه بتطخطخ وبتضرب، يعني بيقولوا في شهداء كمان هناك، في شباب بدها تمرق وصارت تخطف اليهود ومش عارفين يمرقوا ولا ما يمرقوش لحتى الآن. ليس الجنوب وحسب، بل بدأت عائلات في شمال القطاع في مغادرة منازلهم في بيت لاهيا وجباليا بعد أوامر بالإخلاء قبل هجوم إسرائيلي مرتقب والتوجه نحو المأوى غرب مدينة غزة. صبح الساعة 8 جاني اتصال من زوجتي موجودة في المواصي في خان يونس، لها من أول بداية الحرب من شهر 10 اجاني اتصال قالت لي في طاولة الجنوب بروح على الشمال، فانا جيت على منطقة النابلسة انتظرهم وان شاء الله يا رب يجوا. مأساة النزوح اضحت امرا يجبر عليه الاهالي وسط الام الجوع واغلاق المعابر وزيادة اعداد الشهداء والجرحى بين الحين والاخر.